برنامج برعاية بنك التعمير والإسكان، بنك كبير والأول في التعمير. لما تخلي باب دخول ضريح السيدة زينب في ظهرك وعلى إيدك الشمال بداية شارع السد وتمشي مع الشارع كده شوية، هتلاقي مبنى مدرسة ينطبق عليها المثل اللي بيقول أكل الدهر عليها وشربة. هو بصراحة أكل بغشومية شوية وشرب بفترة. مش هتلاقي يافطة واضحة على باب المدرسة اللي في وش شارع المبتديان اللي شهد تأسيس أعرق دار صحفية في مصر وهي دار الهلال. المدرسة دي لو دققت وحاولت تعرف هي بتاعت إيه، هتلاقي يافطة الزمن مسح كتير من خطوطها وأيام كتير دار عليها شادر بتاع لحمة. أيوة، بعد ثورة يناير ناس احتلت أرصفة المدرسة وعملوا شادر لحمة كبير قوي. باختصار وبدون متعب قلبك وقلبي في وصف ما لا نحتمل وصفه، دي يا سيدي مدرسة السنية، أقدم مدرسة بنات في مصر والشرق الأوسط. أول مدرسة بنات طالباتها تخرج في مظاهرة ضد المحتل الإنجليزي، وده كان في ثورة 1919. لما تقف كده وظهرك لشارع المبتديان ووشك لباب المدرسة، هتحس إن الحيطان عايزة تشتكي لك من قسوة الإهمال، والله أكتر ما عايزة تشتكي من قسوة الزمن وعوامل التعرية. 142 سنة والمدرسة دي في مكانها في أول شارع خيرت وفي وش شارع المبتديان، في بداية حي النصرية الشعبي وبدايات حي المنيرة وجاردن سيتي الأرستقراطي. المدرسة موقعها مش سهل، لكن ليه دلالة، ليه رمز. الصراحة لما ببص على المدرسة الأيام دي بفكر إيه اللي يربط السيدة زينب بالنصرية بالمنيرة بجاردن سيتي؟ إيه اللي يخلي المسافات مع إنها قريبة في الواقع كشوارع لكن بعيدة عن بعضها كمستوى اجتماعي وسكان؟ الإجابة دايما كانت العلم والتعليم. عشان كده مدرسة السنية رمز وقيمة، رمز للعلم اللي بيكسر الفروق وقيمة تاريخية مهمة في حياتنا ومشوار نضالنا وكفاحنا. المدرسة دي يا سيدي إحدى إحسانات جشم آفت هانم الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل. المدرسة في مبانيها الأصلية كانت تحفة معمارية معمولة بمزاج وبفن قوي، بس في الأول بقى ما كانش ده مكان المدرسة ولا دي مبانيها. استنى هحكي لك. الله، جشم آفت هان، سلام عليا وعلى جمال جشم آفت هان، يا ولا يا ولا بنطق هايل. جشم آفت هانم أجرت قصر الأمير طاز في حي الصليبة وعملته مدرسة سمتها السيوفية، ومع زيادة عدد الطالبات بقى عملت مدرسة السنية اللي احنا نعرفها دي. الأول كانت داخلي، يعني البنات تبات وتتعلم وتروح لأهلها في الأجازات. ديوان المدارس أيامها جاب مدرسين مصريين وأجانب، يعني حاجة كده كانت فخيمة ومصروف عليها جامد قوي. ومطبخ المدرسة بقى كان بيتراقب صحيا، مش شقلب وقلب وأي حاجة ومعدة التلاميذ تخدم الزلط والكلام اللي بنسمعه اليومين دول ده. السنية الحقيقة ما كانتش مجرد مدرسة زي ما قلنا، لكن كانت رمز كمان، أول مدرسة للبنات وأول مدرسة تخرج في مظاهرة. عارفين مديرة المدرسة الإنجليزية عملت إيه بعد مظاهرات 19 ما خلصت؟ لغت العام الدراسي بحاله وسقطت كل الطالبات عقابا ليهم عشان خرجوا في مظاهرة. بس المدرسة بقى ما عداش عليها 20 سنة إلا وكانت أول نظرة مصرية تمسكها بعد إدارات الإنجليز دول. السنية دي كانت مدرسة عريقة والله، خرجت ستات تقال في المجال. أمينة السعيد أول رئيس تحرير لمطبوعة مصرية، ملك حفني ناصف باحثة البادية، نبوية موسى رائدة التعليم النسائي في مصر، صفية المهندس وسامية صادق، وغيرهم الحقيقة كتير قوي. أنا نفسي لما جبت مجموع في الثانوية العامة يدخل الواحد المعتقل مش الجامعة، قالوا لي إن في مدرسة اسمها السنية فيها فصول مسائية للي عاوزين يعيدوا السنة ويحسنوا المجموع. قوم لما عرفت أسامي الستات العظيمات اللي تخرجوا منها
جريت جري التحقت بيها، يمكن يعني ينولني من رحيق التاريخ والعظمة جانب. هناك الحقيقة شفت مدرسات من عائلات الأسرة المالكة بيدرسوا البنات بلا مقابل لملء أوقات فراغهم في حاجة مفيدة. بس يا ترى الثانية اليومين دول فين؟ مختفية ورا شادر لحمة، ولا تحولت المساحات الفاضية حواليها لمحلات صغيرة بتبيع جزم، وناس بتتخانق على مكان تركن فيه العربيات؟ الصراحة بستغرب كتير قوي على قوة قلبنا قصاد تاريخنا، بستغرب من قسوة قلوبنا على كل حاجة حلوة موجودة وقدرتنا اننا نحولها لشيء مش مفهوم، شيء مش معلوم. مدرسة الثانية ضرة التعليم في مصر. تعرفوا ان مكتبة مدرسة الثانية لوحدها فيها 23,000 كتاب؟ يا ترى طلبة الايام دي بيستعيروا كتب من المكتبة؟ ده ان ما كانش الفيران كلتها. الصراحة كان نفسي اقول كلام جميل وحلو كله حنين لمدرسة الثانية، بس الواقع اصعب من اي كلام. وايه يعمل الحنين لمباني شوهنا تاريخها وجمالها بايدينا؟ مفيش كلام اكتر من اللي قلناه. يلا اما اقوم اشوح البتنجان بالاذن. برنامج برعاية بنك التعمير والاسكان، بنك كبير والاول في التعمير.